حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نلتقيكم في تغطية رياضية جديدة وخاصة من برنامج المستطيل الآسيوي الذي سيكون معكم طيلة أيام بطولة أمم آسيا المقامة حاليا في الإمارات، ويستمر هذا البرنامج حتى المباراة الختامية للبطولة، حيث تتواصل ونتواصل معكم اليوم مع فقرات هذا البرنامج ومع أفراح الجماهير الرياضية العراقية بعد فوز صعب على المنتخب الفيتنامي العنيد، وكذلك لنا وقفة مع أهم الحالات التي شهدتها المباراة من هجمات وأخطاء ومتغيرات التي تحدث في داخل الملعب. اليوم المحور الأكبر والرئيس سينصب على مباراتنا الأولى أمام فيتنام في بطولة كأس آسيا مع محلل المستطيل الآسيوي الكابتن كريم صدام، لكن بعد الفاصل خليكم ويانا. أنتم مع المستطيل الآسيوي، ونعود إلى محلل برنامج المستطيل الآسيوي الكابتن القدير كريم صدام نجم الكرة العراقية. أهلا بك معنا في هذا اليوم. مساء الخير أستاذ بلال، تحية لك ومشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. كيف نبدأ مع مباراة هي أولى مباراة، يعني بصراحة كانت صعبة، الفوز فيها لم يكن سهلا كما يعني توقع الكثير، لكن لربما أنا وأنت يوم أمس توقعنا بأن المنتخب الفيتنامي فريقا عنيدا منتخبا متطورا في المستوى حتى على الصعيد الآسيوي. حقيقة بداية نهني ونبارك كل شعبنا العراقي وناسنا الرياضيين على هذا الفوز الصعب. الحقيقة مثل ما قلت حضرتك، إحنا مثل ما توقعنا فريق الفيتنام فريق متطور، فريق فاجأ المستوى، رغم أنه ما صرح المدرب أنه كان متوقع في هذا المستوى، كنا نتوقع فريقنا يكون افضل مما ظهر عليه، بس احنا نعذر اللاعبين لان مباراه افتتاح، مباراه مضغوطه، مباراه بعد ما فاز الفريق الاردني مخفي الايران عذرا مخفي كسر، ولا الضغط على الفريق العراقي يجب ان يفوز في هذه المباريات حتى يتنافس على البطوله، لان الفريق الايراني الان 3 نقاط و5 أهداف، نعطى نوع من الاريحيه لربما يترشح بشكل عده حظوظه تقريبا 90%، هذا ولا الضغط علينا وعلى المدرب وعلى اللاعبين. ولدنا لربما بعض ما كان في المستوى الحقيقي، يعني حتى طريقة اللعب ما توقعنا يلعب 3-4-3، كنا يعني الكرة العراقية تعرف أو أسلوب لاعبينا، حتى لاعبينا في أنديتهم القطرية يلعبون 4-4-2، هذه بيها نوع من الاسترخاء، نوع من الوضوح والرؤية بالنسبة للاعبين أو بالنسبة كمشاهد أو كمتابع، تعرف 4-3-3 بيها واجبات جدا صعبة، بحيث أنهم أكو تناغم بينك وبين زميلك بهذا الموضوع، بحيث انت على الجانب الايسر، يعني كنا نلعب على الجانب الايسر، شوف من كان بطرس ويا علي عدنان ما كان اكو انسجام، يعني من يصعد بالكره شوف قدام عدل عدنان منطقه مضغوطه قدام لاعبي الوسط، فكانت عندنا مشكله فنيه بهالموضوع، بس الكاتنج حقيقه استدرك الموضوع وعمل تبديل مبكر في هذه المباراه قدر يغير من صوره الفريق. كابتن خلي نبدي يعني من البدايه، وهي الأسلوب اليوم للمنتخب العراقي 3-4-3. سؤالي هنا، هل أسلوب يعني مفروض إحنا نطبق أسلوب جديد مثلا بطولة كبيرة مثل أمم آسيا؟ هل هنالك طبعا تحضيرات يجب أن تكون في فترة طويلة؟ لأن تعرف الأسلوب الجديد يعتمد على عوامل كثيرة، يعني منها الفكر، فكر اللاعب، منها الحالة البدنية، المهارة، أمور كثيرة وأنت تعلم. هل جائز على مدرب يعني يجازف مثل هكذا حالات؟ احنا اتفقنا على مبدأ فترة البناء رادها وقت أطول مما أخذ، يمكن 3 أشهر الرجل راد فكر متطور، فكر استيعاب من قبل اللاعبين، يعني أغلب لاعبين دورينا يعني يلعبون 4-4-2، هذه مهضومة متعلميها ونعرفها، يعني احنا كلاعبين كنا نلعبها واللاعب الحالي يعرف واجباته.
الطريقة 3-4-3 بها نوع من المجازفة، انه تدافع ثلاث لاعبين على الورق بس يرجعوا لك الاطراف، يرجعوا لك الخلف يدافعون معك، يعني مثلا علي عدنان المفروض ولي سالم يدافع معاهم بهذه المنطقة حتى يعتمدون على الهجمات المرتدة. هذا التناغم وهذا الفكر هذا لوقت بناء، يعني اكيد هو بمعسكر التدريب في الدوحة جرب هذا العمل، جرب هذا الفكر، لربما هو ضمن تفكيره انه نجح بهذا التطبيق. تفاجأنا بالمباريات انه ما كان فريقنا بمستوى الطبيعي، لذلك مثل ما اتفقنا استدرك الوضع وقدر يغير بطريقة اللعب. مشكلتنا احنا يعني اليوم تشوف الفريق الفيتنامي مسيطر علينا استاذ بلال لربما توافقنا راي، انه استحوذ على منطقة الوسط، منطقة الوسط كانت هم يمتازون بقصر القامة، اللعب القصير السريع، بنيتهم ساعدتهم على هالوضع انه ينطق كرة ينتقل الى منطقة الفراغ، بريز ضاغط كانوا يعني بالضبط. الشغلة الأخرى المهمة اللي عندنا العمق الدفاع كان جدا بطيء، يعني بطيء، والدليل شوف الهدفين نفس المنطقة نفس التحرك، ردة فعلنا تكون بعد فعله وهي مشكلة. يعني شوف سجلوا الهدف واحنا من ثم نتحرك على الموضوع، حتى الكرة المرتدة من جلال الكرة ما عندنا دفاع يغطي هالمنطقة، اذا شوف سجل الهدف الثاني بغفلة من لاعبينا. يعني ظهر المنتخب يعني خصوصا خط الدفاع سوء تمركز، يعني قلة تفاهم بين قلبي الدفاع وامور كثيرة، ولكن اسمح لي ادعوك لمتابعة هذا التقرير عن هذه المباراة، وادعو ايضا مشاهدينا الكرام في مباراة كما قلنا هي صعبة للغاية، تغلب منتخبنا الوطني العراقي على المنتخب الفيتنامي المتأهب والمتطور كثيرا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعدما كان منتخبنا متخلفا في الشوط الأول بهدفين لهدف، ليأتي الشوط الثاني بالأخبار السعيدة وإحراز هدفين جميلين عن طريق البديل الناجح همام طارق وكرة حرة متقنة بقدم اللاعب علي عدنان. مشاهدينا تفاصيل أكثر في التقرير الآتي، نتابع. وجود الرافدين اليوم في الإطلالة الأولى في بطولة كأس الأمم الآسيوية، في بداية صعبة لمشوارهم بالبطولة الآسيوية المقامة حاليا في الإمارات، تغلب أسود الرافدين بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين، وتصدر هدف الفوز الذي أحرزه علي عدنان الظهير الأيسر لمنتخبنا الوطني العراقي في مرمى فيتنام قبل نهاية المباراة. المشهد في لقاء اليوم ضمن منافسات كأس آسيا لحساب المجموعة الرابعة. فوز أي انتصار، العراق لا يعرف الانكسار. وفي أبرز أحداث مباراة اليوم لمنتخبنا الوطني، تقدم أداء وتخلف أهدافا في الشوط الأول الذي انتهى لصالح المنتخب الفيتنامي بخطأين دفاعين من مدافعي منتخبنا، بينما جاء هدفنا الوحيد في الشوط الأول عن طريق مجهود فردي للمثابر مهند ميم. نعم نعم، الكل بيدعي لك يا ولد، الكل بيرعبك يا ولد، الكل بيتفرج عليك يا ولد، الكل بيشجعك يا ولد. ومع بداية الشوط الثاني بدا أن منتخبنا الوطني عازم على تغيير النتيجة، حيث كان النجم همام طارق في الموعد وسجل الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني بعد دقيقتين فقط من مشاركته في الشوط الثاني ومن أول لمسة، ليؤكد امتلاك أسود الرافدين للاعبين يمكنهم أن يصنعوا الفارق في مثل هذه المباريات المهمة. عاد الأسود في الوقت الموعود لتنتهي هذه المباراة الصعبة لصالح منتخبنا بهدف ثالث لعلي عدنان، جاء من ضربة حرة ركنها في سقف المرمى على يسار الحارس الفيتنامي، ونتيجة إيجابية وضعت منتخبنا في الترتيب الثاني في المجموعة الرابعة. علاوي علقها في المقص الأيسر وسجل المستطيل الأخضر. معكم مشاهدينا الكرام، وهذه عودة إلى الكابتن كريم صدام، أهلا بك مرة أخرى. أهلا بك أستاذ كابتن. يعني تكلمنا على الأسلوب وعلى بعض سوء التمركز، يعني أنا لاحظت ملاحظاتي الخاصة، لا أعلم يعني
لك بالبداية كانت عندنا الحلول مفقودة تماما. هوية منتخب داخل إلى يعني بطولة كبيرة، أنا حسيت وجهة نظري لا توجد أي هوية لمنتخب. أنت تعلم أحيانا منتخبات تدخل في بعض الأمر كونها مباراة أولى لم تكن في يومها ضغط المباراة الأولى، كلها نعرفها وتعرفها حضرتك، لكن كهوية منتخب يعني حسستني أنا بقلق. وهذا شوف لربما متأتي من حرصك نوات، احنا نشاهد المباراة بأثناء الحدث غير ما شوف بعد الحدث، يعني تسترخي وتعرف النتيجة بأثناء الحدث، من حرصك وحبك للوضع ما تحس انه الفريق ده يقدم مستوى رائع، بينما احنا كنا ضاغطين من الوراء. انت تدري الحكم ظلمنا في 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 فاول كان المفروض اول 3 ثواني انه هدف، من انطى فاول على عدنان سجلنا هدف، انطانا فاول ما خلانا نسجل هدف، وهي مع الاسف كنا لازم يكون ادفانتج ويصير اسرع هدف بالبطوله. هذا لربما يعني سوء تقدير من الحكم، احنا ما نتهم باي اتهام، بس كان الحكم رائع بالتحكيم بهذه المباريات. احنا لو مسجلين هدف مبكر لربما كان وضعنا طبيعي جدا، لانه تعرف الفرق المؤهله للفوز بدون ضغوطات من الجمهور من الوضع العام يفكر يسجل هدف مبكر مثل ما صار مع الفريق الايراني، سجل هدف مبكر شوف استقر مع الفريق اليمني وقدر يسجل 5 اهداف. احنا لو مسجلين هدف مبكر ما اقول لك تكون مباراه سهله، لان الفريق الفيتنام فريق منظم، فريق يملك ادوات يملك لاعبين معتمد على الكرات المرتده، شوف كل الكرات البينيه كان مؤثر جدا، بس لو سجلنا هدف مبكر كان وضعنا النفسي يرتقي الى مستوى المباريات ويكون لاعبينه بشكل اخر، ممكن ننظم لعبنا بشكل افضل. بس من تكون مضغوط ما مسجل هدف ويسجل عليك هدف هنا الطامة الكبرى، انه تحس فقدت المباراة من عندك، واكو تجربة يعني قريبة كان فريق الاسترالي مع الفريق الاردني، فاذا هاي بطولة مفاجآت وهاي كرة القدم ام المفاجآت. من بعد المباراة كاتانيش قال متوقع الفريق الفيتنام بهذا المستوى، وحتى التبديلات يعني الرجل يعني هاي اعتبرها جرأة من كاتانيش، قال اني من الاخطاء اللي وقعت فيها انه ما شاركت همام في بداية المباراة، وهذا جرأة اعتراف بالخطأ فضيلة تعتبر فعلا. فاليوم طرحه كان منطقي، وكذلك جلوس بشار على مصطبة الاحتياط لربما هو الى رأي بالرجل، بس احنا يعني نعرف بشار من فترة طويلة وقيمته بالمنتخب الوطني، وكان مع فريق الإيراني حصلوا على بطولة آسيوية، فهذه كل يعني حتى أفضل لاعب حصل بالدوري الإيراني، هذه كل المعطيات لربما غاب عن المدرب، كان المفروض تتصل حتى من يلعب اللاعب يكون عطاء متميز، بشار من اللاعبين الأساسيين، لربما المباراة الأخرى يكون بشار وهم من اللاعبين الأساسيين بتقدير الشخص. يعني أرى من الأفضل والجميل بأن المدرب يعني يتلافى الخطأ، صح. أحياناً المدرب يكابر بخطأ ولكن يكابر، لكن أنا اللي عجبني في لحظة بأن بدأت التغييرات يعني تكون مثمرة على المنتخب العراقي، على الاستقرار، على التنظيم الهجومي، على الجوانب، لكن بصراحة كانت اللمسة الأخيرة افتقدناها، لكن التغيير بدأ يظهر بشكل يعني واضح جدا. والدليل همام أستاذ بلال، همام نزل خلال دقيقتين قدر من أول لمسة يسجل لنا هدف، غير أسلوب المباريات، هدف التعادل كان جدا مهم، يعني مين ما شاء الله عليه هذا اللاعب المبدع ما شاء الله عليه، يعني إن شاء الله من حزده ويقدم مستوى رائع، أثبت جدارته اليوم، أثبت لربما تكون انطلاقة النجومة من خلال هذا البطولة، عندنا لاعبين متميزين، بس قل لي ظهروا بمستواهم الحقيقي للآخرين، لربما عندنا الأكثر للمستقبل المباريات الأخرى إن شاء الله. طيب كابتن، راودك شعور وأنت ترى المباراة بأن عندنا غياب عنصر الخبرة، عنصر القائد، عنصر يعني كنت تتوقع أو تتمنى مثلاً لاعب أو لاعبين يعني يمتلكون خبرة سابقة ببطولات يتواجدون اليوم؟ أكيد سعد عبد الأمير لاعب مهم ومؤثر، يعني لاعب له قيمته الفنية بهذا الموضوع، بس قلت لك إحنا طالما دخلنا في البطولة يجب أن نحترم رأي المدرب، نحترم وجهة نظره، داخلين في دخلنا في معمعة البطولة، خلاص كنا ساندين للموضوع. أنت من هذا الطرح ما أخفيك سر يقلل من قيمة اللاعبين الآن الموجودين في المنتخب، احنا ما نريد نروح في منحة في غنى عنه، يعني الان مثلا عندك امجد عطوان، صفاء، بشار، لربما يقول لك هل انه اللاعبين او المشاهدين او الرياضيين ما لهم ثقه بينا بحيث وجود اللاعب سعد علي هو اللي هو الفيصل في كثير من الامور، احنا ما نريد نوصل رساله هكذا، بس هذا ما يمنع انه سعد لاعب متمكن، لاعب يملك خبره، يملك كثير، بس نحترم راي المدرب طالما اوكل المهمه لهؤلاء اللاعبين
كلنا داعمين لها اللاعبين في سبيل تحقيق الإنجاز لهالموضوع. القيادة أحيانا أستاذ بلال، القيادة أحيانا تكون جماعية، يعني هسه أنت حتى إشارة الكابتن، يعني لحد قبل البطولة ما حد يعرف إنه يحمل إشارة الكابتن، وهذا مشكلة، مشكلة بالاستقرار. يعني هو كاتنش لعب أربع لعب تقريبا خمس ست مباريات تقريبا، ما استقر على التشكيل، ما استقر على لاعبين، فقط لربما بالهجوم ميمو ومدافعين، بعض المدافعين كان كثير التغيير. ما دخل للبطولة وإحنا كشارع رياضي نعرف التشكيل. أنت مع الكابتنية تكون لحارس المرمى أم الخطوط الأخرى؟ شوف، تأخذ هي الإشارة، تأخذ عنصرين، العنصر الأول خبرة والعمر، والعنصر الثاني أحيانا اللاعب المؤثر. يعني ما تلقى قصير العمر بالمنتخب بس تلقى لاعب مؤثر، المدرب يوكل الإشارة. أحيانا يفكرون لا، عمره كبير ولاعب قديم يطول إشارة، فاليوم مفكرين باللاعب الأقدم اللي هو جلال. طيب أنا أحترم رأيك بخصوص سعد وخصوص لاعبينا الآخرين، الله يبارك، يعني إن شاء الله هذا الموضوع ما يكون بتأثير كبير على اللاعبين، وهي حاصلة سابقا أحيانا. طبيعي. حتى الشباب من يجيهم لاعب خبرة هم يكونون سعداء أكثر. بالتالي لدينا آراء ولدينا يعني بعض التصاريح بخصوص وجود اللاعب الخبرة وسعد، لكن هذا لا يعني نحن ليس مع المنتخب قلبا وقالبا ومع أي قيمة بالمنتخب، ولا نقلل من أي مستوى لأحد من لاعبنا الأبطال. مشاهدينا، بعد الدخول في المعترك الآسيوي ربما هناك يعني أو هنالك تساؤلات كثيرة حول تشكيلة مدرب المنتخب كاتانيش والوسط الرياضي والمتابعين ووسائل الإعلام والجماهير الرياضية تتساءل متى يعني يبدأ الاستقرار، استقرار المدرب على تشكيلة المنتخب وتكون تشكيلة ثابتة بدون متقلبات. يعني هذه المتقلبات وصفوها بالطارئة، ولماذا يعني أحيانا التزمت على قرار غياب عناصر الخبرة والقائد في الملعب، حيث يعني ان استبعاد لاعبين اخرين وحتى لاعب المنتخب سعد عبد الامير بحجه عدم جاهزيته للعب ظهر جليا في مباراه اليوم حسب اراء طبعا وكاله الزملاء او بعض وسائل الاعلام امام المنتخب الفيتنامي بعد يعني مباراه كانت فعلا كانت صعبه جدا على منتخبنا الوطني. هذا الامر برمته يعني متروك فعلا للجهاز الفني الذي اقتنع بما بين يديه وبما يصلح على الساحة، أو هنالك يعني لربما تداخلات جانبية من قبل الاتحاد. اليوم نحن في هذا التقرير قراءة، هل هنالك تدخلات من الاتحاد؟ هل المدرب فعلا يعني متزمت ومقتنع بإبعاد الأسماء الكبيرة؟ خلينا نتابع. قائمة المدرب كاتانيتش التي ربما لم تقنع الكثير من الأوساط الرياضية والإعلامية وحتى الجماهيرية الذين أشكلوا حيال استبعاد سعد عبد الأمير بحجة عدم جاهزيته للعب، مبينين خلو الفريق من قائد حقيقي في المعترك الآسيوي والذي سيؤثر على الجميع. المطالبات كانت قوية لضم عبد الأمير إلى التشكيلة، خصوصاً بعد تعذر تواجد جاستن ميرام بداعي الإصابة، ما يعقد من مهمة أبناء الرافدين. لربما يعني تكون الإصابة للكابتن يعني سعد عبد الأمير أو إبعاده عن المنتخب الوطني، لكن إذا هو كان يعني بأتم عافيته وحسب ما شفناه بالمباريات الأخيرة مع نادي الشرطة، يعني أنا أعتبر يعني فكر المدرب إذا كان فني فهذا الأمر يعني متروك إليه هو كمدرب، أما إذا كان اللاعب مصاب هذا بحث آخر. أما طريقة إبعاده بالمستوى الفني اللي يعني تكلموا به، أنا أعتقد يعني هذا يكون يعني إجحاف بحق الكابتن يعني سعد عبد الأمير. محتاجين إلى لاعبين خبرة في بطولة آسيا، اللاعب كرار جاسم كذلك اللاعب سعد الأمير ضروري وجودهم في المنتخب. اتحاد الكرة بدوره نفى تدخله في اختيار تشكيلة اللاعبين أو حتى الإشارة إلى لاعب واحد من قريب أو بعيد، والأمر برمته متروك للجهاز الفني الذي اقتنع بما بين يديه، والقائمة جاءت بناء على اللقاءات الودية التي خاضها مع أكثر من منتخب، والتوقعات تشير إلى أن تواجد العراق
لن يقتصر على دور المجموعات، بل سيذهب أبعد من ذلك ويفاجئ الجميع. أكيد استدعاء اللاعبين هو الجانب يخص الكادر التدريبي، من رئيس الاتحاد إلى أقل عضو ما عندنا أي تدخل، حسب ما البعض يحاول يعني يزج اتحاد كرة القدم في هذا الصراع، احنا بعدين كل البعد. أما الاختيار اللاعبين فأعتقد هم الأفضل الآن موجودين، ممكن يعني يكون لاعب أو لاعبين، وأكيد قلت لك القرار هذا فني ما يخصنا احنا. منتخبنا راح يروح أبعد من ما متوقع أكيد 100% إن شاء الله، وأتوقع منتخبنا راح يكون رقم صعب هاي البطولة، وراح تفاجئون يمكن بالمنتخب العراقي. ما بين رغبة الطامحين بالوصول إلى أبعد نقطة في بطولة القارة الصفراء والأدوات شبه الصالحة للاستخدام لتحقيق إنجاز، هناك خيط أمل يتشبث به الجميع بعيدا عن تنظيم لعب أو تكتيك، وهو روح الحماس الذي دائما ما يغير المعادلات في بعض الأوقات وليس أجمعها، والأسود تعيش على فرصة وليس على تخطيط مسبق. أحداث العالم متشابكة ومتلاحقة، سيل من الآراء والأفكار، أحداث رصدتها الكاميرا وأخرى رسمت بريشة فنان، ولا يفوتنا غرائب الأحداث وطريفها، كل ذلك نجمعه لكم في أسبوع الصحافة. أنتم مع المستطيل الآسيوي، ونعود إلى الكابتن كريم. كابتن كريم، يعني تكلمت بشكل كبير يعني وتنقلت بالتوضيح وبالتحليل، لكن باعتقادك أين يصل المنتخب؟ هل مثل ما قال التقرير يصل إلى أبعد من ذلك، وبعض الزملاء في الاتحاد وأيضا هل سيصل إلى أبعد من ذلك؟ شوف أستاذ بلال، المشكلة أنت طالما ترشح بلدك تدخل العاطفة مع المنطق، أنت ما ممكن يعني أنت بداية المشوار تقول فريق ما راح يوصل. المنطق فريقنا بهذا الصورة صعب، يعني القادم أصعب، بس أنت تتعامل بعاطفة، هذا منتخبك وفريقك تتمنى يروح لأبعد المديات. إحنا نتمنى يتحسن. شوف إحنا يعني مباراتنا مع اليمن ان شاء الله تكون مفتاح خير لنا، ونقدر نحصل 3 نقاط بعدد اهداف اكثر، ونستفيد من هذه التجربه. انه قلت لك انا اتوقع همام وبشار راح يكون اساسيين بالتشكيله امام اليمن، ويغير طريقه اللعب 4-4-2 يلعب. اذا لعبنا فوق هذا الرؤيه مع وجود امجد عطوان لاعب مؤثر ومهم، يعني اذا يحاول يعطيه مكان او شركه بديل، هذا الاستقرار الفني راح يعطينا فد حافز انه ممكن نحصل 3 نقاط وعدد اكثر من الاهداف، ننتقل للمرحله الاخرى نكون عندنا ثقه بالنفس، ممكن نمشي مديات ابعد. تجي مباراه ايران وهي الفيصل بهذا الموضوع، فريق ايران فريق كبير، حصل على 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 5 اهداف و3 نقاط، سجل مبكر واستقر. مباراته مع فيتنام هي راح تحدد الموضوع. اليوم مصرح المدرب الإيراني قال أنا تفاجأت بمستوى الفريق الفيتنامي، ده ربما راح يسوي له مشكلة. هذا في تصريح نوع من المناورة، تعرف يعني حتى ينطي أهمية للفريق الآخر ويحفز فريقه إنه من أجل الفوز يعزز ثقته وينتقل إلى مرحلة أخرى. هذه كل هذه المعطيات يعني أنت كمتابع تخليك يعني تتفائل فريقك إذا وفق هذه الرؤية. مباراة إيران هي اللي راح تخلينا يعني تزيد ثقتنا مع فريقنا في حال فوزه او تعادله مع الفريق الايراني، وحصولنا على 3 نقاط من قبل فريق اليمن لربما تعطينا دفعه نحو الامام، والقادم راح يكون اصعب من المرحله الحاليه. طيب
بإحراج إذا تكلمنا على الأخطاء الدفاعية أو حتى إذا هنالك خطأ من الحارس، يعني أخطاء مشتركة لو نعبر هذا السؤال. كرة القدم كرة أخطاء، يعني الفريق الجيد يقلل من أخطائه وطبيعية جدا، يعني إذا خطأ جلال أو خطأ أحمد أو خطأ أي لاعب من اللاعبين، نحن مو هدفنا تقييم قيمتهم الفنية بقدر ما إحنا نستفاد من التجربة. وإحنا شوف شيء جدا مهم أنه تشخص الخطأ في حالة الفوز، وهذا ينحسب يعني ينحسب للمدرب للاعبين، انه حصل ثلاث نقاط عندك اخطاء من تشخصها حتى المرات الاخرى تستفاد منها. فمن تقول فلان خطا او لاعب خطا مو تقلل من قيمته الفنيه بقدر انه حتى المرات الاخرى يستفاد منها. فعلا يعني هو الخطا وارد في كره القدم، ولكن احيانا تكون يعني مؤذيه ومؤلمه وبعدين مشكله. يعني احنا لو نتحدث عن الشوط الثاني، لو لم يكن هنالك استقرارا او اعاده بالتنظيم والحظ معنا شويه وبدا المنتخب يصل، لكان يعني عندنا مشكله كبيره. يعني صح. اول مباراه نخسر فيها مشكله كبيره، خصوصا المباراه الاولى استاذ بلال كل الصعب. طيب اسمح لي زميلك وصديقك الحارس، حارس المنتخب العراقي سابقا عماد هاشم، ينضم معنا عبر الهاتف من العاصمة الحبيبة بغداد. بدءا نقول أهلا وسهلا بك في المستطيل الآسيوي كابتن. ألو ألو، مرحبا كابتن، شلونك؟ بلال بداع معك. ألو ألو، تسمعني كابتن؟ حبيبي استاذ بلال شلونك؟ الله يحفظك، مشتاقون. أنت كيفك وأحوالك؟ أخبارك أمورك أحوالك؟ الله يسلمك ويعزك. الله يخليك الله يخليك. قبل ما أبدأ بالسؤال، يعني إلك سلام خاص من الكابتن كريم صدام. السؤال حبيبي أبو غيث شلونك؟ قلبي شخبارك؟ الله يبارك فيك أبو فرح، الله يعزك، شكرا جزيلا، تسلم. مبروك مبروك الفوز، تستحقون الشباب جميل. كابتن دعنا ندخل بالموضوع، يعني قياسا بمستوى منتخبنا يعني اليوم، كيف تراه بالنسبة لمستواه، بالنسبة لأحداث وتفاصيل المواجهة الأولى وحتى باقي المباراة أو باقي مباريات البطولة أقصد؟ يعني والله شوف يا استاذ بلال، أول شيء أنا أحب أبارك الشعب العراقي وجمهور الرياضة بشكل خار، وأنا دا سوق سيارة وياي نجوم الكرة العراقية، يعني كابتن بيطل العزيز، كابتن يونس عبد العزيز، كابتن ابراهيم سالم، كابتن ايضا بدري، كلهم دول وياي، يعني كنا على وجبة عشاء وانا كنت عازمه بمناسبة الفوز طبعا. سلامي وسلام الكابتن لهم جميعا. يا باي الاحتفالات مالتهم اسمع. ان شاء الله ايامكم كلها افراح وسعادة يا رب. الله يخليك يا ورد، الله يخليك. النتيجه طيبه، يعني خصوصا انت المباراه الاولى، يعني شيء مهم لانه المنتخب الوطني العراقي يفوز في هذه المباراه، تقدر تحكم بالمجموعه. وبصراحه هذا الفوز راح ينقلنا للمرحله الثانيه يعني دور 16، بس هذا ما يعني بانه احنا عندنا اخطاء بالخط الخلفي، قلبي الدفاع كان عندهم يعني شلون اقول لك، ارتباك بينهم بين حارس المرمى، وهاي فد معضله صار له فتره طويله ما انحلت بصراحه. طيب. وايضا يعني كتنش هو اعترف بنفسه بانه هو خطا بالتشكيل الاساسي اللي نزله في بدايه المباراه، عدم زجه امام طارق من بدايه المباراه. في اشكل عليه بس مو بس امام طارق، يعني كان المفروض ينزل بشار وايضا ينزل علاء مهاوي، لان نعرف اللاعبين اللي موجودين. فعلا الفريق المنافس كان فريق سريع، فريق عنده امكانيات عاليه، اذا كان بالارتداد واذا كان ايضا بالكرات المرتده وايضا من خلال الهجوم مالتهم. طيب كابتن، ولهذا تحتاج لاعبين. نعم كابتن، كونك يعني حارس مرمى كبير وتاريخ كبير في هذا المركز المهم والفعال يعني لأي منتخب ولأي فريق، كيف وجدت حارسنا يعني جلال حسن؟ يعني لاحظت يعني هنالك ارتباك، عدم التركيز، سوء تفاهم، يعني كان واضح بين الحارس وحتى الخط الدفاع، يعني كيف وجدت حارسنا جلال؟
استاذ بلال انت تعرف جلال من الحراس والخبره يعني صار من ما كانوا موجودين في النصف الثاني من في ترابيا وانت كان المفروض انه تقضي يعني مهمه اكثر من انت هو عارف موقف المباراه الو كابتن معي انقطع الخط مع كاتبنا القدير عماد هاشم بالتأكيد طبعا نشكرك شكر جزيل وإن شاء الله هنالك تحسن بالأداء مستوى المنتخب نعود إلى كابتن القدير أيضا كابتن كريم شنو رأيك بكلام كابتن عماد هاشم والله هذا المنطق يعني ربما شخصه نفس التشخيص بالنسبة له وشاعر رياضي تعرف ما شاء الله عليه واعي يعني شخصه منطقة العمق الدفاعي كان عندنا مشكلة بيها وبطء نقل الكرة من منطقة الدفاع إلى منطقة الهجوم لو نلعب بالشكل الطويل وهذا مشكلة لو أحيانا نشوف نحتفظ بالكرة بس بشكل سلبي دائما نشوف ندورها بين المدافعين بين الوسط نرجع للخلف ما نتقدم للأمام هذا مشكلة يعني شوف دائما إذا لاحظت المباريات دائما الخطوط الخلفي الناور بالكرة ما عندنا باص بالعمق بحيث يكون مؤثر على الوضع الآخر فهذا كلها أثرت بشكل أو بآخر يعني حتى مين ما وصلت كرات مؤثرة وضيع فرص يعني اليوم حتى الأهداف اللي صارت من أخطاء فردية من قبل المدافعين بجهود فردية قدر يستحوذ على الكرة وروح يسجل ما شاء الله عليه سرعته ومهارته قدر يسجل كذلك الهدف الثاني شارك به هو هذا يجب أن تدرس من قبل الكاتانيتش يجب أن أنه يضع حلول منطقية بهذا الموضوع لأن الأطراف ما كانت مؤثرة جدا بهذا المباريات لأن إذا ما عندك أطراف سريعين يعملون كروسات في منطقة الجزاء ما راح يلعب عندك رأس حربة كمهاجم إذا متوفر له هكذا كرات اليوم شفنا كرات قليلة وصلت لمنطقة الجزاء وبالخصوص ميمي ما استلم كرات كثيرة وضيع أهداف يعني أنا اليوم لاحظت ميمي وحيدا فريدا يعني وتعرف بداية يعني دخوله في هذه الأجواء يجب أن تصل الكرات بطريقة أريحية أكثر حتى يكون إلى دور ويقدر يركز ويقدر يسكن الكرة ويقدر يفتهم وش يريد. ساندت كله. دائما الكرات أحيانا تصل بعيدة ومشتركة يعني فمثل ما تفضلت الحمد لله بين مستوى كبير فكرة أيضا كبير بحيث بدأ يتأقلم ويظهر كأنه يعني طبيعي جدا ومستوى عالي. والدليل انه استاذ بلال سجل الهدف بجهود فرديه انه استحوذ عليه المدافع بمهارته وبذكاء اتوقع الكره تروح في هذا الاتجاه شوف اخذها من عنده وراوغ لاعب اخر ونفذ ما شاء الله يعني بجهود فرديه هذا اللاعب هو اللاعب طبعا هذا الهدف يعني اللي هو امامنا مهند علي ميمي شوف تفضل كابتن اشرح لنا بالضبط شوف هو كيف شوف شلون اخذها من المدافع راوغ الآخر هذه مهارات فردية اجتهاد فردي مهارات فردية أنا اختار اللاعب اللي هذا مو توصية مدرب شوف هاي الكرة الأخرى لعبها برأسه نزلها طلعت الهمام همام تابعها بشكل صح شوف لكن أربكهم هو هنا طبعا ميمي أربكهم الكرة شوف هاي الكرة شوف نطحها هذا لاعب متمكن متابعها شوف أسجلها متابعة من الخصم اللي من 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 همام اللي قدر يسجل لولا أرباكه بالنسبة لهم وشوف هذا الهدف ما شاء الله عليه شوف هذا على عدام الاهداف حتى اليوم الاتحاد الدولي الفيفا معلق على 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 هذا الهدف يعتبر من الاهداف المهمه والمؤثره يعني في كره القدم في وقت بالضبط في وقت انه نقل الفرحه لكل الشعب العراقي اللي كان محتاج في حقيقه شوف هذا هكذا لاعب مهاري هكذا لاعب اضافه طيبه للمنتخب الوطني بس يراد الاستقرار والسرخاء حتى يكون يعني لاعب في انديه عالميه قيمة فنية كبيرة على عدنان حقيقة يعني احنا فخورين انه يلعب دوري عالمي دوري ايطالي فشيء طيب يضاف للكرة العراقية هكذا امكاني لذلك يعني احيانا لا يزعل كابتننا علي عدنان عندما جماهير والاعلام والرياضيين يطالبوه بتقديم مستوى افضل لان يلعب بافضل الدوريات وبالتالي طبعا حرصنا جميعا بان هذا اللاعب يعني وصل الى اعلى مستويات الدوريات وبالتالي سينعكس على مستوى واحنا منتظرين من عنده يقدم لنا شيء بهاي البطوله ان شاء الله هو شوف هالوضع شوي اخذ يعني اكثر من حجمه التحسس بين علي والجمهور على قيمه فنيه رائعه جدا واضافه طيبه للمنتخب الوطني والدليل قلت لك اليوم عمل الفارق في هذا الوضع من يكون بوضعه طبيعي ومستقر ومسترخي يقدم مستوى جدا رائع بس احيانا باله او ذهنه يشرد عن المباريات او يسمع كلام
خارج عن الذوق يتأثر. أتمنى أنه يرجع وضع طبيعي. إحنا نريده بالوضع الطبيعي. بالضبط. إذا هكذا أهداف على الطريقة العالمية لا إحنا نريده يرجع على وضعه إن شاء الله. كابتن خلي نتذكر أنا وياك وأيضا المشاهدين ببعض النتائج السابقة. مشاهدينا ضمن منافسات الجولة الأولى جرت لحد اليوم 9 مباريات. كان أبرزها فوز المنتخب الأردني على بطل النسخة السابقة المنتخب الأسترالي ضمن المجموعة الثانية، والفوز الكبير بعدد الأهداف لمنتخب إيران على منتخب اليمن في طبعا هذه المباراة في مجموعتنا الخاصة. تعالوا معنا مشاهدينا الكرام نستذكر يعني المنتخبات التي لعبت إلى هذا اليوم، نتابع. ضمن منافسات المجموعة الأولى وفي اليوم الثاني سحق المنتخب الهندي نظيره التايلندي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد لحساب الجولة الأولى لبطولة أمم آسيا، ليتصدر بذلك المنتخب الهندي المجموعة الأولى بفارق نقطتين عن المنتخبين الإماراتي والبحريني بعد أن انتهت مباراتهم الافتتاحية بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين. في المجموعة الثانية والتي تضم ثلاثة منتخبات عربية وهم كل من الأردن وسوريا وفلسطين إلى جانب بطل النسخة الماضية المنتخب الأسترالي، حيث تغلب منتخب النشامة على المنتخب الأسترالي بهدف وحيد وأداء بطولي من قبل لاعبي المنتخب الأردني، إضافة إلى استبسال كبير وروح قتالية عالية. في مباراة متقاربة المستوى مع أفضلية سورية نسبية، تعادل المنتخبان العربيان الشقيقان السوري والفلسطيني بدون أهداف، ولم يظهر المنتخب السوري بحجم إمكانيات لاعبيه المحترفين، ولم يقدم المنتخبان ما كان متوقعا منهما. تصدر منتخب الصين المجموعة الثالثة بعد فوزه على منتخب قرغيزستان بهدفين لهدف واحد بعدما كان متأخرا في الشوط الأول بهدف أمام نظيره المنتخب القرغيزستاني، ليعود في الشوط الثاني ويسجل هدفين وينهي المباراة لصالحه. وبهذه النتيجة تصدر المنتخب الصيني المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب الكوري الجنوبي. فاز المنتخب الكوري الجنوبي في أولى مبارياته ببطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم على نظيره الفلبيني بهدف نظيف ضمن المجموعة الثالثة. نجح المنتخب الكوري في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 67. بهذا الفوز نجح المنتخب الكوري في حصد أول 3 نقاط له بالبطولة محتلاً وصافة المجموعة. حقق منتخب إيران فوزاً كبيراً على نظيره اليمني بخمسة أهداف مقابل لا شيء في افتتاح لقاءات المجموعة الرابعة لنهائيات كأس آسيا في الإمارات، وتصدرت إيران مجموعتها الرابعة برصيد 3 نقاط فيما تذيل اليمن الترتيب والتي تشارك لأول مرة بالحدث القاري. المستطيل الآسيوي معكم مشاهدينا الكرام، ونعود لنكمل الحوار مع كابتن كريم. مثل ما لاحظنا بالتقرير النتائج، ولكن تعرفنا أيضا عن نتيجة منتخبنا. يبقى لدينا المنتخب السعودي اليوم بعد مباراة منتخبنا فاز بهدفين مقابل لا شيء على كوريا الشمالية. انطباعاتك على هذه المباراة؟ والله اليوم أثبت الكرة السعودية على كعبها حقيقة في المنطقة، وأثبت فريق رائع جدا قدر يسيطر على الفريق وقدم مستوى رائع. يعني هذا يعني جاء من أجل الكأس ليس من أجل المشاركة. أكيد أكيد الفريق السعودي بعد ما شارك في كأس العالم، استقرار الفني استقرار اللاعبين كلها أدت إلى أنه الفريق راح ظهر بشكل رائع جدا في تلك المباراة. نعم كابتن، شنو رأيك نعود إلى المنتخب؟ لديك بعض؟ أكيد هو المنتخب هو المنتخب الأساس. معذرة كابتن يعني حتى لا تزعل علي. لا أنا من بين الأسطر من بين الكلمات يعني لاحظت ملاحظة، يعني ما أعرف هل هي صحيحة أو لا، عندك تخوف وهاجس جدا يعني واضح بأن المنتخب المرحلة المقبلة يجب أن يتغير كاملا، يتغير بشكل كبير لكي يستطيع أن يواصل المشوار بتألق ونجاح، صحيح؟ لا فعلا، هو شوف بهذه الأخطاء اللي وقعنا بها اليوم صعب نكمل المرحلة الأخرى حتى نكون واضعين بوضوح الفني. بالنسبة لنا المباراة لربما المباراة الأخرى راح نصعد، قلت لك في حال فوزنا على اليمن إن شاء الله وفق رؤية تدريبية جديدة وفق طريقة لعب جديدة، يعني إذا يلعب 4-4-2 يستقر الفريق، مهام واضحة للاعبين،
مشاركة همام لاعب، يعني اليوم هو اعترف الرجل بالمؤتمر الصحفي مثل ما قلنا، قال اليوم أخطأت مشاركته. مشاركة بشار بالمباريات المقبلة لربما تعطي نوع من الاستقرار الفني ونسجل أهداف. مباراته مع إيران مثل ما اتفقنا هي الفيصل، يعني إذا فزنا على اليمن راح تكون مباراتنا صعبة أمام الفريق الإيراني. ممكن نراهن على فريقنا أنه ممكن يفوز على الفريق الإيراني، لأنه كيروش يعرف قيمة الكرة العراقية، يعرف اللاعبين، لذلك هو متخوف من الفريق العراقي. إذا أثبتنا ورسلنا رسالة لكيروش والآخرين أنه فريقنا هو هذا الفريق العراقي وفق الخلفية وفق فريق البطولات، فريق يملك شخصية البطل، أكيد راح تكون مدارته أبعد. المرحلة الأخرى مثل ما مرينا بال 2007 الفريق كان من أجل المشاركة، ما نحقق الفوز ننتقل لمرحلة أخرى. شوف ما شاء الله الانتصارات زادت والتلاحم والرسائل بين الناس وبين الفريق، هذا الروح المعنوي هي راح تدفع الفريق نحو الأمام. إذا حققنا الترشح للمرحلة الثانية بعد فوزنا إن شاء الله على فريق اليمن وفوزنا على الفريق الإيراني وفق المعطيات، يعني إذا فريقنا ارتقى أكيد راح كل المشاعر تتغير، كل الأمور تتغير، كلاعبين روحيا ينتفضون، روحيا يقول لك خلاص احنا راح نوصل فالشيء للشعب. وافضل شيء بالرياضه انه توصل فرحه للناس للمواطنين. هسه شوف التواصل بين اللاعبين واهلهم وناسهم واصدقائهم، احنا نتواصل وياهم من خلال برامجنا من خلال دعمنا لهم، كون على ثقه، اللاعب يرتفع الى مدايات عاليه جدا بحيث يرضي كل الناس ذول، هو عليه فقط جهد وينفذ تطبيقات المدرب، وقادرين ينفذون كل هذه الامور. إذا تجسدت في الملعب فريقنا يمشي إلى مدايات أبعد، بس يبقى الوضع النفسي وكرة القدم أم المفاجآت ما في كسر. كابتن اسمح لي أطلع الفاصل ونعود حتى نكمل الحوار. مشاهدينا فاصل ثم نواصل. ماذا وراء حديث علي شمخاني مستشار الأمن القومي الإيراني عن طلب أمريكي الشهر الماضي بإجراء محادثات مع طهران؟ لماذا كشف الإيرانيون عن الطلب الأمريكي بعد شهر من تاريخه؟ هل تراجعت إدارة الرئيس ترامب عن سياستها الصقورية تجاه إيران؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان ما دلالة طلب واشنطن عقد محادثات مع طهران؟ أهلا بكم على المستطيل الآسيوي، وأهلا بك كابتن كريم. اليوم إذا سألناك سؤال، ما المطلوب من سود الرافدين، ما المطلوب من منتخبنا في المهمات المقبلة، بماذا تقول؟ هم شوف حققوا الأهم، هي ثلاث نقاط، المستوى متفاوت، هذا منطقية نؤمن بها، هكذا بطولات تجمعات النقاط جدا مهمة بغض النظر عن المستوى، بس هذا ما يمنع نستفاد من أخطائنا اللي وقعنا بها، ما يمنع أنه نتصارح مع بعض، نشخص الخطأ ونعالجه، انه مو انتقاص من اللاعب ولا انتقاص من طريقه المدرب. اتمنى انه المدرب يكون بطريقه اللعب، يغير طريقه اللعب 4-4-2 هي هتصف في مصلحه الفريق العراقي. انتقاء بعض اللاعبين، يعني انا بدي الاحظه انه دائما يعول على اللاعبين المحترفين اللي خارج العراق، يعني اليوم لعبوا اكثر من ثلاث اربع لاعبين لعبوا اللي هم يلعبون بالدوريات الخارجيه. اتمنى يعطي فرصه مثلا الامجد عطوان من اللاعبين المدافعين الرائعين جدا، من تامن دفاعك بشكل صح ممكن تعتمد على الهجمات المرتده حتى ما يسجل عليك. نعم لاعب ارتكاز. نعم. طيب على اي الخطوط يجب ان يركز المدرب كاتانيتش، يعني وجهه نظرك؟ خط الدفاع. اليوم خط الدفاع احنا ما كان مستوى الحقيقي، وخصوصا منطقه العمق، يعني احمد وكان علي كانوا بطيئين بردة الفعل وقدروا يسجلوا أهداف في هالمنطقة الوان تو، وقدروا يوصلون الجلال مناطق ضيقة بحيث ما سجلوا من مسافات بعيدة. إذن أكو نقطة ضعف في هذه المنطقة. طيب يجب تكون أيضا نظرة أخرى بالنسبة للجهاز الفني، نظرة أعمق لكل مباراة، لها ظروفها لها أدواتها. يعني اليوم مثل ما تعلم المنتخب الفيتنامي يعني يمتاز بالسرعة والبريس الضاغط، وبعدين يلعب بمسافات قصيرة. اليوم بعض اللاعبين لمنتخب العراقي هم يعني بنية ثقيلة أو أداء هو ثقيل،
هذا لا يعني بأنه ليس لاعبا ولا مستوى عالي، لكن أداء يعني بطء بالحركة، وهذا أثر علينا خصوصا في الشوط الأول. يعني فعلا تشخيص منطقي هذا، وأغلب اللاعبين أو المتابعين شخصنا هذا الموضوع، فقلت لك هو عنده أداء جيدين. احنا عندنا إصابة علي حصني لربما أثرت في ورقة مهمة ومؤثرة جدا علي حصني في حال إضافته في المباراة الأخرى. أدوات أحس فيها يعني ممكن حتى محمد داود من لاعبين مهمين ومؤثرين، إذا يكون بديل يمتاز بالسرعة، يمتاز بالقوة البدنية، متابعة، عدة أوراق رائعة بتقدير الشخصي، فريق شبابي، فريق حماسي، فريق يملك أدوات، يبقى كيفية توظيفهم بشكل صح، يعني بحيث الأماكن المؤثرة، الأماكن اللي ممكن تضيف لك إضافة طيبة. إحنا طريقة اللعب توحي لك أنه يدافع أكثر ما يهاجم، انه شوفوا الدليل يوم شفنا بس مهند منطقه الهجوم بجهود الفرديه سجل، مو بجهود الجماعيه التنظيم. فاتمنى انه طريقه 4 4 2 عندك كثير مهاجمين منطقه الوسط تجسدها بكثره العدديه مع ربط الجناحين، يعني ممكن عندك انت اذا على عندنا لعب تكون لعب يسار ممكن يربط ويعمل لك سنتر شوت. علام هاوي اليوم من تغير اضاف اضافه طيبه، قدر يوصل الجزاء أكثر من مرة، قدر يهدد الخصم، فإذا بدأ إنه ممكن يأثرون. عنده جرأة وعنده شجاعة يدخل. يعني يوم دخل منطقة الجزاء كرتين نعم. كان جدا خطر، فإذا بدأ إنه ممكن يستفاد منهم في أي وقت. طيب يعني نهائيا أسلوب 3-4-3 نبتعد عنه، وجهة نظرك يعني؟ هذا رأيي والله. يعني رأيي، واتمنى يوصل للكاتينيتش او لولدنا احمد خضي احمد او باسل جورجيس، نحاول الحقيقه نتصل بشكل او باخر، هم تعرف اخواننا واصدقائنا، ممكن نوصلهم وجهه نظرنا لربما يستفادون منها. كابتن هي يعني 4-4-2 يعني كانت معنا مرافقه، هذا الاسلوب كان مرافقا معنا من زمان، بحيث يعني تجد المنتخب العراقي في هذا الاسلوب جدا مستقر ووضعه طبيعي، وتجد ترابي ان عنده هويه وان عنده منتخب فعلا يدخل في مباراه وفي مواجهه ويقدم مستوى عالي. هو اللاعب هاضمها، طريقه لعب مهضومه بالنسبه له، يعرف واجباته، ممكن يتحورها بالفطره لا، وممكن يتحورها استاذ في حال الخطين الدفاعين على عدنان مثلا او وليد سالم في حال اشراكه بمنطقه الوسط، يصير عندك 3-5-2 طبعا. يعني بالهجوم تختلف على الورق شكل، وممكن تتواجبات اخرى بهذا الموضوع انت ممكن، بس من تثبت 3-4-3 هنا مشكله. يعني ذول الخطين يعني عندك ايش قد راح يصيرون على الخط؟ اربعه ما مستفادين من عندهم، هنا اثنين وهنا اثنين، يعني صعب جدا عندك ويمي. والدليل قلت لك الدليل انه ما انضموا بالوسط ويا اي هجمه مرتده، ما تشوف لا علي حسين انضم مع ولا اللاعبين الاخرين، ما عندنا زياده عدديه منطقه الجزاء، من غيرنا وصارت كره مشتركه، شوف هو ما كان قريب عليه يدخل بالاجواء، زياده العدديه في منطقه الخصم شكل خطوره على الخصم. كابتن كلمه اخيره. والله اولا اود اهم اشكرك مره اخرى واشكر الكادر العامل، نتمنى انه نستفاد من اخطائنا اللي وقعنا بها اليوم، ويبقى فريقنا ان شاء الله في تالق دائم ويحصل على النقاط الاخرى ان شاء الله. بالتاكيد كابتن كريم، قلوبنا ودعواتنا ان شاء الله مع اسود الرافدين لتحقيق نتيجه طيبه في باقي مباريات بالبطوله. بالتاكيد هنالك الكثير مشاهدينا الكرام، الكثير من الجماهير من المتابعين يعني ينتظرون فرحه، ينتظرون فوز، وحتى ينتظرون اداء، خصوصا بعد وصول مدرب يعني مثل كاتانيش، مدرب يعني اجنبي، فبالتالي العيون يعني تتابع كل صغيره وكبيره لتحقيق نتيجه طيبه للكره العراقيه. نلتقيكم يوم غد باذن الله، انا والكابتن كريم صدام، وتغطية جديدة بإذن الله مع المستطيل الآسيوي. تقبلوا تحيات أسرة هذا البرنامج، أنا دائما وأبدا أتمنى لكم التألق، النجاح، الإبداع، هذه تحياتي بلال بداع، مع السلامة. شكرا.